هسا القانون الدولي عنا هو عبارة تقريبا يعني عن لغة عالمية بيتم الاتفاق من عليها من قبل الاتحاد الدولي على هذه اللغة، علشان تكون إن يعني جميع الناس تفهم هاي اللغة حتى شو ما بقت لغاتهم. واضح الصوت صح؟ واضح واضح. تمام. هسا بيتم تغيير بعض الشغلات على القانون، منها عشان يصير مسموح مثلا يعني أو مثلا إن عشان مسموح إنه نضرب الكرة بالقدم، بيقوموا في تغييرات شوي بيقوموا بتغيير نظام على عد النقاط عشان يقللوا من وقت اللعبة، طبعا هذا جميع عشان اللعبة، وبيقوموا بالتعديلات وبيجربوها على بطولات محلية وبطولات تجريبية، وبعد فترة بيقوموا بتثبيتها واعتمادها دوليا. هسا كل 4 سنين بيتم عملية تغيير القانون أو تثبيت القانون أو إجراء بعض التعديلات على القانون. هسا بنيجي للحكم. الحكم من صفاته لازم يكون عادل غير متحيز لأي فريق أو لأي لاعب، ولازم الحكم يكون صائب في قراراته، طبعا مش لازم يأخذ ولا أي قرار مزاجي لصالح فريق أو لصالح لاعب، وطبعا لازم يكون الحكم على معرفة تامة للقانون ويكون فاهم جميع مواد القانون وتطبيقاتها. الحكم لازم برضه يكون مربي لأنه هو ضمن المنظومة الرياضية، فعشان هيك هو لازم يكون شخص تربوي ويكون حكم ناجح. نيجي لمناطق اللعب. مناطق اللعب يعني فيها كثير مناطق، من هاي المناطق عنا المنطقة الحرة اللي هي المنطقة المحيطة للملعب اللي بتكون من جميع وانت بتشرح في المناطق بتقدر تستخدم الماوس عشان يشوف شو ماني عارفة. هسه عنا المنطقة الحرة هي المنطقة اللي بتكون من جميع الأطراف للملعب من جميع الجهات محليا، يعني في المنافسات المحلية لازم تكون 3 متر من جميع الاتجاهات. دوليا قالوا إن في المنافسات الدولية لازم المنطقة الحرة عن الجنب يعني من هذا الاتجاه لازم لا تقل عن 5 متر، ومن عند منطقة الإرسال لا تقل عن 8 متر. سعنا منطقة المجال الحر هي المنطقة اللي بتكون فوق الشبك اللي هي سطح الملعب، اللي هي من سطح الملعب لحد أقرب عائق على الملعب اللي هو سقف الصالة مثلا، أو ممكن يكون في أسلاك أو أي شيء. في المسابقات المحلية لازم مش لازم تقل عن 7 متر ارتفاعها، أما في المنافسات الدولية يجب أن لا تقل عن 12.5 متر اللي هي المنطقة اللي بتكون فوق اللعب. هسا في عندنا سطح الملعب اللي مش لازم يشكل خطورة على اللاعبين وما يكون فيها أي مواد للاعبين، وتكون مساحته طبعا آمنة، ولازم تكون لونها فاتح اللي هي الأرض اللي بيلعبوا عليها أرض الملعب هاي. هسا الخطوط تفضل اللي هي بتكون على في الملعب تفضل إنها تكون في اللون الأبيض مختلفة عن لون الأرض، والخطوط تعتبر جميعها جزء من الملعب. هسا دوليا انا بدهم الارض تكون الخشب وماده صناعيه معتمده طبعا عند الاتحاد. نيجي لمنطقه الملعب اللي هم بيلعبوا فيها. هسا طولها 18 متر اللي هي جميع طول الملعبين، وعرضها 9 متر من هان 9 متر. هسا في عندنا خط هو خط المنتصف طوله 9 متر بقسم الملعب لقسمين. هسا في ما ينطبق مثلا على الملعب اللي هان نفسه بينطبق على الملعب اللي هان. في عندنا في الملعب المنطقة الأمامية والمنطقة الخلفية. المنطقة الأمامية هي منطقة الهجوم
بتكون بعد الخط المنتصف 3 متر، يعني طولها 3 متر وعرضها 9 متر، والمنطقة الخلفية عرضها 6 متر وطولها 6 متر، 9 متر عرضها وطولها 6 متر. هاي المنطقة الخلفية اللي هي منطقة الدفاع للفريق. هسه بيجي عندنا هذا منطقة الإرسال، مثل ما كنا في المنافسات المحلية بدهم إياها 3 متر، وفي المنافسات الدولية لا تقل عن 8 متر. هسه في عندنا الخطين الصغار هذول اللي بكونوا من الجانب هاي، اللي عشان تحدد منطقة الإرسال. يعني ما بيجوز أنا كلاعب أجي أرسل من بعد الخط اللي هان، لازم من بين الخطين هذول. في عندنا برضه الخطوط المتقطعة هاي اللي هي 3 متر لكل فريق، بتكون من خط المنتصف للخط المنطقة الأمامية. عندنا الخطوط المتقطعة هاي، هاي هي بسموها منطقة التبديل للاعبين، يعني اللاعبين منها بدخلوا منها بخرجوا للي بدهم يتبدلوا. عندنا هاي المنطقة اللي بتكون على على الخط الجانبي أو على المنطقة الجانبية لل المنطقة الخلفية، هاي بيكون فيها المدرب خلال المباراة بوقف فيها، ممنوع يتجاوز هاي المسافة، ممنوع يعني يجي المدرب. وبرضه هاي المنطقة تعتبر منطقة التبديل للاعب الحر، يعني اللاعب الحر منها بدخل ومنها بطلع، ممنوع يطلع أو يدخل للملعب إلا من هاي المنطقة. هسا في عنا منطقة التبديل أو منطقة مقاعد البدلاء اللي بقعدوا عليها البدلاء، طبعاً لازم المنطقة الحرة ممنوع يتواجد فيها ولا أي لاعب، اللي هي يعني منطقة البدلاء بتكون من بعد منطقة المجال الحر. موجودة تحت المزرعة. أنا عارفة. في عنا كنا منطقة مقاعد البدلاء بتكون خلف طاولة التسجيل. طاولة التسجيل بتكون هان مقابل الحكم الأول، مثلا الحكم الأول بيكون واقف على المنصة هان، لازم البدلاء والمدرب وطاولة التسجيل يكونوا في الجهة المقابلة لإله. هسا طاولة التسجيل بتكون هاي في هالمنطقة تقريبا. وراء طاولة التسجيل بيكون في عنا اللي هي منطقة البدلاء، لكل فريق في منطقة، هان منطقة وهان في منطقة. هسا وراء منطقة البدلاء بيكون في عنا منطقة بسموها منطقة الجزاء، هاي منطقة الجزاء بيكون فيها كرسيين مثلا في اللون الأحمر، ممنوع يجلس فيها غير الشخص المنطرد من الشوط، يعني بيكون ماخذ إنذار أحمر. وفي عنا برضه منطقة اسمها منطقة إحماء البدلاء، بتكون عبارة عن 3 متر في 3 متر على جانب يعني على جانب منطقة البدلاء هان، بيكون فيها 3 متر منطقة للبدلاء بيقدروا يحموا فيها. هسه في بالإضافة لمنطقة المجال الحر، في عنا بيكون فوق الشبك في أنتينتين، طول الأنتين الواحد متر وثمانين سنتي، بيكون لونهم بيكونوا في لونين، اللون الأبيض والأحمر، ويفضل دوليا إنه يكونوا في اللون الأبيض والأحمر. هسه مش شرط إنهم يكونوا لونهم أبيض أو أحمر، بس إنهم الأفضل إشي إنهم يكونوا لونهم أبيض وأحمر. هسا بنضع كل واحدة في اتجاه على الشبكة شوي. هاي هنا الأنتينتين، بنحط كل أنتين في اتجاه، يعني واحدة على اتجاه الملعب اللي هان واحدة على اتجاه الملعب الثاني. هسا ليش احنا بنحطها هاي؟ بنحطها عشان يصير توازن للشبك وما تكون مايلة لجهة فريق معين. هسا في عنا منطقة اسمها منطقة العبور، هاي المنطقة بتكون اللي في الهواء بين الأنتينين، هاي المنطقة من حافة الشبك لأقرب سطح للملعب، يعني بتكون من سطح الشبك من فوق لحد أقرب عائق في الصالة. هاي المنطقة هي اللي لازم تدخل منها الكرة من ملعبنا مثلا لملعب الخصم، من داخل الأنتينين طبعا لأقرب سطح الصالة. يعني إذا دخلت الكرة من هذا الاتجاه
تعتبر خارج اللعب، ما تعتبر داخل اللعب، لازم تدخل من بين الأنتنتين. واضح حيث؟ في أي شيء حدا بدي يسأل؟ واضح واضح، كل شيء تمام. هسا بنيجي للشبك والقوائم. طبعا الشبك والقوائم هي تعتبر جزء من الملعب. عندنا الشبك طولها 9.5 متر وعرضها 1 متر. هسا من فوق الشبك في عندنا شريط بيكون في اللون الابيض اللي هو طاف، عرضه طبعا 7 سنتي. ومن تحت الشبكه عندنا برضه شريط لونه ابيض عرضه 5 سنتي. هسا عندنا ارتفاع الشبك. ارتفاع الشبك بيختلف من الاناث، من السيدات للرجال. عندنا للسيدات ارتفاع الشبك 2.24 سنتي وللرجال 2.43 سنتي. هسا احنا كحكام لازم لما نقيس الشبك قبل طبعا بدايه المباراه بنقيس الشبك من الطرفين. فالاتحاد الدولي يعني قالوا انه ممكن يزيد عليه 2 سنتي من الاطراف، لحد 2 سنتي. هسا الشبك بتركب على القوائم، اللي هي هاي هي القوائم اللي بتركب عليها. كلنا الشبك عليه انتنين، الانتين الواحد طوله 1.80 متر. 80 سنتي بيكون فوق الشبك ومتر بيكون على الشبك، يعني 80 سنتي بيكون في الهواء. القوائم بنحطها على جانب، بنحطها مباشرة فوق خط الجانبي. هسا القوائم لازم تكون بعيدة عن الملعب 1 متر. هسا هاي القوائم أقل إشي لازم تكون بعيدة 1 متر دوليا. أما في المنافسات المحلية أو في المسابقات المحلية قالوا إنها يعني لحد 50 سنتي عادي إنها تكون بعيدة عن أرض الملعب. طبعا هاي القوائم مش لازم تشكل ولا أي ضرر على اللاعبين، ولازم تكون ملفوفة بإسفنج عشان ما تأثر لهم أضرار. بالنسبة للحرارة طبعا مش لازم تقل عن 10 درجات مئوية، أما دوليا من 16 لـ25. هسا بنيجي للكرات. الكرات طبعا لازم يكون لونها موحد، يعني إذا الاتحاد الدولي اختار لون معين لازم جميع الكرات اللي في المنافسة تكون نفس اللون. هسا بنيجي للمشاركين. المشاركين هم مين؟ هم المشاركين هم المسموح لهم يدخلوا على الملعب. طبعا في بداية المباراة المدرب بيكون معاه كشف موجود عليه جميع أسماء العناصر اللي بدها تدخل على أرض الملعب. هسا المشاركين هم عبارة عن 12 لاعب، مدرب، مساعد مدرب أو مساعدين إذا توفر، ومعالج وطبيب الفريق. في الاتحاد الدولي قالوا ان اذا كان في لاعبين حر اللي هم لاعبين ليبرو بنقدر ان نسجل لحد 14 لاعب. هسا اللاعبين اذا 14 او 12 لاعب لازم 6 منهم يكونوا في الملعب اللي هم اللاعبين الاساسيين، والباقي مسموح لهم يقعدوا في منطقه البدلاء او في منطقه الاحماء للبدلاء. هسا عن الأدوات اللي بيستعملها اللاعبين. أول إشي لازم اللاعبين جميعهم يكونوا لابسين الزي الرياضي الموحد ما عدا لاعب الليبرو واللاعب الحر، ويجب أن يكون اللباس مرقم من الصدر والظهر، يعني الرقم اللي على الصدر لازم يكون عرضه 15 سنتي، والرقم اللي بيكون على الظهر لازم يكون عرضه 20 سنتي. هسا لكل فريق في لاعب بيكون اسمه رئيس الفريق. هذا الرئيس احنا بنميزه عن طريق خط بيكون تحت رقمه اللي على الصدر طوله 8 سنتي وعرضه 2 سنتي. يعني انا مثلا كحكم اذا بدي اعرف مين رئيس الفريق، اذا شفت على لاعب عنده خط تحت رقمه اللي على الصدر بعرف انه هو رئيس الفريق اللي هو الكابتن طبعا.
هسه في عندنا اشياء ممنوعه يعني زي ادوات ممنوع يستعملها اللاعبين داخل المباراه او اثناء المباراه. هسه في مثلا لاعب بيقدر يرتدي نظاره، طبعا بيقدر بس بتكون على مسؤوليه الشخصيه وانها ما تضره يعني ما تسبب لاي اذى طبعا، واي اداه بتؤدي الى اذيه اللاعبين او اللاعب يجوز الحكم ان يطلب منه ان يشيلها، مثلا زي الخاتم او المحبس او الاشياء اللي ممكن تعطي ميزه صناعيه في اللعبه. كمان يعني بزبط يلبس نظارة عادية بنشوفها احنا دايما، مش النظارة الخاصة في اللعب. انا بعرف انها بزبط وبتكون على مسؤولية تتأكد الحكم انها ما تسبب لأي اذى. مزبوط يا دكتور؟ مزبوط ايمان صح. بالنسبة للنظارة بحكي لك تلبسها بس على مسؤوليتك الشخصية، يعني افترض انا بلعب في الشمس وبدي البس نظارة الشمس، لاعبين الشواطئ بالذات بلبسوهم يعني في لان بلعب في المناطق الخارجيه، لكن هذا ما دخل الحكم. بس في نظارات بتكون يعني بيستخدموها بشكل خاص بكل اللاعبين بحيث انها غير مؤذيه، بتكون مطاطيه فممكن عادي. انا صحيح ايوه هاي بقصد عنها. حدا عنده اي سؤال؟ سلمي ايديكي. هسه لكل فريق في عندنا رئيس، حدا اسمه رئيس الفريق اللي هو الكابتن. هسه رئيس الفريق هو اللاعب اللي بيكون كنا في خط تحت رقمه على الصدر. هسه رئيس الفريق او الكابتن في له مهام، في له مهام قبل المباراه، في له مهام بعد المباراه، في له مهام اثناء المباراه. هسه نيجي لمهام رئيس الفريق قبل المباراه. قبل المباراة بيكون بتمثيل الفريق بالقرعة اللي بيجريها الحكم طبعا، وبعد القرعة بيكون بالتوقيع على استمارة التسجيل. هسه هو بيوقع على صحة المعلومات اللي بتكون في ورقة التسجيل اللي هي كأسماء اللاعبين وكأرقامهم وهي الأشياء. هسه المهام أثناء المباراة لرئيس الفريق بيكون هو رئيس شوط في حال تواجده في الملعب، وبطلب مثلا ايضاح من الحكم، يعني بقدر يروح للحكم خلال المباراه ويطلب منه انه يوضح له موقف، يعني موقف صار واتخذ عليه الحكم زي قرار، بقدر يروح للحكم ويطلب انه يوضح لي انا ليش سوي. هسه اذا ما اقتنع من الحكم بيقول للحكم انه بده يعترض على القرار. هسه وانت رئيس الفريق بقدر يعترض على القرار، بقدر يعترض بعد انتهاء المباراه، بيكون في على ورقة التسجيل خانة تسمى خانة الملاحظات. هسه هاي الخانة، هسه هذه الخانة بتكون يعني بتكون على ورقة التسجيل وبنكتب فيها الاعتراض اللي بده يقدمه. هسه بحق اللي يطلب تغيير الأدوات، وبقدر إنه يتأكد من مراكز اللاعبين من خلال إنه يطلب من الحكم. يعني إذا كان في عنده زي شك أو إن مش عارف اذا يعني زي يكون في عنده زي شك ان في خطا في مراكز اللاعبين او مثلا في الدوران سواء عنده في الفريق او في الفريق الثاني بيقدر يطلب من الحكم. واضح؟ واضح واضح. تمام. هسه في المهام لرئيس الفريق اللي بتكون بعد المباراه. بعد المباراة طبعاً بيروح بيسلم على الحكام، بوقع على استمارة التسجيل على أن نتائج المباراة مثلاً صحيحة. هسا إذا كان في عنده اعتراض وخبر الحكم الأول في الاعتراض، بكتب الاعتراض في خانة اللي هي كان خانة الملاحظات على استمارة التسجيل. لو سمحت سؤال. أتفضل. لو وقع الاستمارة رئيس الفرقة وطلع فيها خلل أو غلط في الموضوع، الحكم في هذه الحالة إيش بيعمل؟ قصدك إذا وقع الكابتن على الورقة وكان فيها غلط؟ صحيح. طبعاً هو هاي بتكون من مسؤولية الحكم أظن، مش صحيح دكتور؟ يعني هو إذا فيش عنده اعتراض هو بده يدور على الخطأ. يا سهل سؤالك مش منطقي، يعني اللي بدور على الخطأ واحد قدم اعتراض، طب أنا وقعت على الورقة وكان الورقة يعني ما حدا اعترض عليها، لو بده يدور عليها الاعتراض، دور على اعتراض واحد من رؤساء الفريقين وما حدا ما اعترض. وين المشكلة؟
ساهر دكتور، أنا قصدي يعني الحكم لو اكتشف إن في خطأ، إيش رد فعل الحكم ببكة؟ عوركة التسجيل؟ صحيح. لقيت الخطأ لعوركة التسجيل إذا كان في خطأ بحق الاتحاد، يعني اللي هي لجنة جوري، في لجنة هي مراقبة للحكام بتكون في داخل البلد، يعني يتم تصحيح الخطأ إذا كان خطأ مستدعي إن تعيد مباراة بتعيد مباراة، بس إذا الخطأ عادي يعني مش إيش عظيم ما حدا بنفسي. يعني، لكن في أخطاء بتعيد مباراة، يعني لاعب مش مسجل في ورقة التسجيل ولعب في ايوه هيك قصدي انا دكتور. لعب في المباراة هذه بتعيد مباراة، بس ما حدا بفتش على ليش، الحكم ما راح يفتش عليه، اللي بفتش عليه مدرب أو رئيس فريق، ولا يحق لك الاعتراض إلا إذا مثل ما قالت إيمان، إذا أنت رحت أثناء المباراة وقلت للحكم أنا بدي أسجل اعتراض، بعد المباراة لا يحق لك الاعتراض. واضح؟ تمام دكتور، تمام واضح. تفضل إيمان. بيجي للمدرب، المدرب هو المسموح لي وقف إنه يكون واقف خارج أرض الملعب وبوجه اللاعبين وبيكون واقف عند الخط الجانبي اللي بيكون على امتداد للمنطقة الدفاعية وريتش مية. هسا المدرب فيه إله مهام، ومن هاي المهام قبل المباراة بيكون بالتوقيع على استمارة التسجيل وبتأكد من أسماء اللاعبين إذا هم نفسهم اللي أعطاهم للحكم. قبل المباراة وقبل كل شوط المدرب لازم يكتب ترتيب الدوران على ورقة، هاي الورقة بيكتب عليها بتكون الخمس خانات، ست خانات بيكتب عليها مراكز اللاعبين، أنا شل لاعب رقمه في أي مركز. هسا هاي الورقة بعطيها الحكم قبل بداية المباراة، بعطيه خمس أوراق لكل شوط، في عنا ورقة عشان هي إحنا خمس أشواط فكل شوط بيكون في إلها ورقة. هسا مهام المدرب أثناء المباراة، أثناء المباراة بحق له توجيه اللاعبين خلال المباراة طبعاً من خارج أرض الملعب بدون أي إزعاج ولا يؤذي الحكام، وهو اللي بطلب الأوقات المستقطعة والتبديلات من الحكم. هسا بعد انتهاء المباراة لا توجد له أي مهام، ما بيقدر يعني فيش له خلص ولا أي شيء، بس تخلص المباراة بيكون خلص دور المدرب. هسا في عنا كنا في من ضمن الفريق اللي هم المشاركين، في عنا حدا اسمه مساعد المدرب. مساعد المدرب طبعا يوجد له مقعد يجلس عليه بيكون عند منطقة البدلاء وما بتدخل في المباراة اطلاقا، يعني فيش له ولا اي دور في المباراة. هسا في حال غياب المدرب مثلا بيكون بمهام المدرب، طبعا ما بيكون بمهام المدرب بس في حال غياب المدرب طبعا لازم يطلب من رئيس الشوط ان يكون اثناء المباراة ان يكون في دور المدرب. نيجي لشكل اللعب هسا اللي هو كيف بنسجل نقطة. هسا اذا ضربت الكرة في الارض لاي، يعني النقطة بتكون مثلا لاي فريق، إذا ضربت في أرض الفريق المنافس فالنقطة لنا للفريقنا، أما إذا ضربت في ملعبنا بتكون النقطة للفريق المنافس، طبعا إذا كان الخطأ من الفريق الخصم. هسا إذا الخصم ارتكب خطأ سواء خطأ قانوني أو أي إشكالية بتكون النقطة لصالحنا. إذا حصل فريق الخصم على بطاقة حمراء اللي هي تعتبر طبعاً إنذار، في هذه الحالة إحنا بنحصل على نقطة فريقنا. في عنا إشي اسمه الخطأ. هسا الأخطاء اللي ممكن يحصل عليها اللاعبين هي المخالفات القواعد الرسمية اللي بيخالفها اللاعب أثناء المباراة، زي مثلاً إن اللاعب المرسل لمس خط الإرسال، هاي تعتبر خطأ. أو إذا اللاعب المرسل مثلاً تجاوز وقت الإرسال اللي هو 8 ثواني، إذا أرسل بعد ما حكم صفر بثمان ثواني. بس إذا صار عنا خطأ أخطاء متتالية، يعني خطأين مثلاً من الخصم، يحسب الخطأ الأول. يعني مثلاً لاعب طلع يهاجم وضرب الكرة، إجت الكرة أوت، ولاعب الصد للفريق الثاني لمس الشبك، في هذه الحالة إحنا بنحسب الخطأ الأول اللي هو لمس الشبك. فإذا صار عندنا في نفس اللحظة خطأين دائما بنحسب الخطأ الأول. بس هذول يا إمام ما صارش في نفس، يعني خطأين في نفس الوقت. نعم. إذا الطابة لمس الشبك والطابة جت أوت، هذول خطأين ما بصيروا في نفس الوقت.
كيف يعني؟ يعني لا مثلا إذا لاعب لاعب ضرب الكرة هجمها وقبل لا توصل يعني أوت يعني قبل لا تنطرد تبين في نفس الوقت مثلا طلعنا اثنين على الشبكة أنا مهاجم وفيرونا بلوك فاهم هاي اسمه خطأ من الشبك في نفس اللحظة هذا خطأ مزدوج بتم مزدوج الكرة وبتم الإشارة بهذا الشكل لكن إذا طلعنا على الشبك في واحد لمس الشبك اثنين لمسنا الشبك بس في واحد قبل الثاني هذا اللي بيكون أخطاء متعاقبة اللي بنحسب الخطأ الأول خطأ أول يعني ما مش بتكون في نفس اللحظة أه. في واحد طرف ثاني بس بدك الحكم يكشف له اللي بعد يعني كرابع بعض بس الشبك والأوت الشبك بيسبك الأوت آه. طيب خلص كمل تمام هسه في عندنا الخطأ المزدوج بيكونوا لاعبين مثلا لمسوا الشبكة في نفس اللحظة لما يمسوا الشبك في نفس اللحظة أعطانا الإشارة الدكتور إنها بصير بنعيد هاي النقطة صح؟ لقين؟ آه هي آه لقين تين نقطة آه تمام حد عنده أي سؤال؟ اللي عنده بطلب هسا في عنا التداول والتداول المكتمل التداول اللي لحال هو اللي من لحظة ضرب الإرسال حتى تكون الكرة خارج الملعب أو خارج اللعب يعني بنسميه إحنا التداول أما التداول المكتمل هو تداول الكرات وحركات اللاعبين من لحظة الإرسال حتى نحصل على نقطة هسا إذا فاز الفريق المرسل بالتداول بأخذ نقطة وبستمر بالإرسال يعني إحنا كفريق مثلا أرسلنا ووصلنا الكرة لفريق لملعب الخصم ورجعت لنا الكرة وردينا رجعنا الكرة للفريق الخصم بيكون طبعا فريق الخصم عمل خطأ مثلا أو وقعت الكرة في ملعبهم فالكرة بتصير لنا وبنكمل بالإرسال وبنحصل على نقطة هسا إذا فاز الفريق الخصم بالتداول اللي هو الفريق مثلا المستقبل فهذا الفريق بيحصل على الإرسال وباخذ نقطة واضح يا جماعة؟ واضح واضح هسا في عنا الفوز بالشوط وينت الفريق بيفوز مثلا في الشوط الفريق اللي بيحصل على نقطة 25 أول وبفارق نقطتين عن الفريق الخصم هو اللي بيفوز في الشوط هسه يعني إذا فريق وصل 25 وفريق وصل 23 هو الفريق اللي بيفوز في الشوط اللي أخذ 25 أول هسه الشوط الفاصل هو الفريق أو مثلا الفريق اللي بيحصل على نقطة 15 بفارق نقطتين عن الفريق الخصم هو اللي بيفوز لأن الشوط الفاصل بيكون من 15 نقطة مش من 25 هذا الشوط الخامس صح بيكون بالعادة؟ أها اللي هو الشوط الفاصل إذا كان في عنا مثلا تعادل بلعبوه في حال تعادلوا شوطين شوطين اللي هي اثنين اثنين اللي هو الخامس هسا إذا صار عنا تعادل مثلا 24-24 بتم تمديد المباراة وإذا صار عنا تعادل 25-25 برضه بيتم تمديد المباراة إلى ما لا نهاية حتى يصير الفارق نقطتين بين الفريقين هسا متى بنتهي الشوط؟ الشوط بنتهي في لحظة اللي بصير فيها فارق النقطتين هسا في عنا الفوز في المباراة مين هو اللي بفوز في المباراة أو أي فريق اللي بفوز في المباراة الفريق اللي بفوز في المباراة اللي هو بفوز بثلاث أشواط أولا يعني بفوز دائما باخذ ثلاث أشواط أول إشي ممكن يفوزوا 3-1 أو 3-0 أو 3-2 هسا هاي مثل ما كنا في حال نتعادل ولا شوط 2-2 اللي هن شوطين في شوطين نلعب الشوط الخامس والشوط الفاصل اللي بيكون من 15 نقطة صفي عنا الفريق المتخلف والفريق الغير مكتمل الفريق المتخلف هو الفريق اللي ما بيقدر يوصل على المباراة في الوقت المحدد للمباراة طبعا بيخسر المباراة في هذه اللحظة 3-0 والحكم بينهي المباراة وبوقع على ورقة التسجيل هسا بتكون النتيجة لكل شوط 25-0
هاي أول إشي. ثاني إشي عنا الفريق اللي مثلاً بيرفض اللعب أثناء المباراة حتى لو كان فايز تقريباً في المباراة، ومش ضايل إلا إشي بسيط، بيقوم الحكم بتخسير الفريق 3-0 بنتيجة 25-0 لكل شوط. يعني بقوا يلعبوا في خلال المباراة وصار في طلب مثلاً الكابتن الفريق توضيح من الحكم ووضح للحكم، والحكم والرئيس الفريق ما قبل التوضيح وكان خلاص بدناش نلعب وما كملوش مرضيش يكملوا المباراة. في هاي الحالة الحكم بيخسر الفريق المباراة 3-0 نتيجة 25-0 لكل شوط. ها بنسميه الفريق المتخلف. هسا الفريق الغير مكتمل، إذا كان الفريق مثلاً فقط 6 لاعبين ونصاب لاعب خلال المباراة ما قدر يكمل المباراة، بصير عدد لاعبين الفريق 5، وهي إحنا ما بنقدر نكمل المباراة لأن لا يجوز بأقل من 6 لاعبين أن نلعب. واضح الفريق المتخلف والفريق الغير مكتمل؟ بس عيد شوي آخر إشي عن التوضيح عن الفريق الغير مكتمل؟ تمام. الفريق غير مكتمل مثلا احنا مش صح المباراة مش لازم تبدأ لكل فريق لازم اقل يعني 6 لاعبين في الملعب. هسا احنا بنلعب في مباراة معناش غير هذول ال6 لاعبين ما عندناش ولا اي لاعب بديل، في لاعب انصاب في المباراة وما قدر نكمل المباراة، هسا الحكم بعطينا فترة تقريبا 3 دقائق اللي هي عشان يقدر اللاعب اذا يتعالج او اي شيء او يرتاح، اذا ما قدر نخسر الشوط طبعا ل 25-0. في حال ان بعد ما خسر الشوط واعطانا الحكم 3 دقائق وما قدرنا ان نكمل المباراه، الحكم بيخسرنا المباراه وما بنقدر نكمل المباراه. بس في نقطه نعم، تفضل دكتور. الفريق الغير مكتمل بيحتفظ في نقاطه ما بيخسر 25-0 غير عن الفريق المتخلف. الفريق المتخلف ليش بنخسره؟ لان عقاب يعتبر عقاب تربوي ان هذا الفريق رفض يكمل المباراه، لكن الفريق اللي اضطر يعني احنا جينا 6 لاعبين ونصاب لاعب وما فيش مجال انه يلعب، هكذا بنحتفظ في النقاط وبنخسر المباراه. الفريق الخصم برضه بضل يعني بياخذ الاشواط، لكن احنا بنحتفظ في نقاط. يعني اللي جايبين مثلا شوطين فايزين هم فوز علينا 3-2، بضل لنا شوطين لانه ممكن يخدمنا هون في المستقبل. كيف بفيد الدكتور يعني احتفاظ بالنقاط او الشوطين؟ شيء بفيد الفريق يعني النقاط في حال خسروا اللي بفيده، لان احنا مثلا في نظام كره الطائره في بعض البطولات الدوري بالذات بيكون ترتيب الفرق حسب عدد الاشواط، يعني فوز 3-0 باخذ 3 نقاط، اللي بفوز 3-2 باخذ نقطتين، واللي بندفعش شوطين باخذ نقطه. وبعدين اذا انت تعادلت في الاشواط احنا بنلجا في اتحاد كره الطائره لفرق النقاط عشان هيك بفيده. فهمت علي؟ فهمت شكرا. كم لعبنا؟ نيجي لنظام اللعب. بس في بداية المباراة وبداية الشوط الخامس بيقوم الحكم الأول بالقرعة. هسا كيف بنساوي القرعة؟ بيقوم الحكم الأول بيكون أصلا هو واقف عند طاولة التسجيل وبينادي على الكابتن لكل فريق من خلال إشارة معينة، طبعا تأخذوها بعدين لقدام. إشارة بهذا الشكل، بحط إيدي الصدر وبعطي إشارة بهذا الشكل، شايفيني آه؟ آه واضحة. بعطي إشارة بهذا الشكل، ماشي. تمام، هسا الحكم بيعرف عن حالي كحكم وبكون بإجراء عملية القرعة، طبعاً في أي قطعة معدنية بيعملها في إيده. طبعاً حكم بيخلي قطعة في إيده لما يقلبها وبتكون تقريبا في مستوى الصدر، ما بنزل لتحت يعني لعند قدم اللاعبين، مثلا وقعت من القطعه مش لازم ينزل لتحت على الارض. هسه بحكي لرؤساء الفريقين ان كل واحد شو بده. فرضا انا اللي فزت في القرعه وطلبت استقبال، تلقائيا الفريق الثاني هو اللي بيكون المرسل، فالحكم بيسال كابتن الفريق الثاني اللي هو كابتن الفريق المرسل ان اي جهه بده، بخير في الجهه. هسه عندنا 3 خيارات، عندنا الارسال، استقبال، وجهه. هسا أنا كحكم بحكي للمسجل مثلاً الفريق ألف
هو المرسل على اليمين والفريق با هو المستقبل على اليسار. بس طبعا الحكم المسجل قبل بداية المباراة لازم يسجل مين المرسل ومين المستقبل. بعد الكرة في عنا فترة تسمى فترة الإحماء. هسه هذه الفترة بتكون ضمن مسؤولية الحكم، يعني الحكم لازم يراقب هذه الفترة. هسه أنا أو إذا كان متوفر ملعب آخر غير الملعب الرئيسي اللي بدنا نلعب فيه المباراة، بعطي كل فريق 6 دقائق عشان يحمي. لكن إذا مكاش متوفر ملعب ثاني بعطيهم 10 دقائق عشان يحموا سوا. هسا إذا في فريق ما رضي إنه يحمي، يعني في نفس الوقت بيحموا سوا، نعطيهم 10 دقائق. إذا في فريق ما رضي إنهم يحموا سوا مع الفريق الثاني، يعني بنعطي فترة إحماء تسمى فترة إحماء بالتعاقب. هاي بتكون بيحموا ورا بعض. هسا في فريق بيحمي أول فريق ثاني، مين اللي بيحمي أول؟ هو الفريق المرسل. وبنعطي طبعا من 3 لـ5 دقائق لكل فريق عشان يحمي. واضحة صح؟ بنيجي لترتيب الدوران. هسا في القانون يجب أن يكون 6 لاعبين داخل الملعب في بداية كل شوط. ففي بداية كل شوط هسا 6 لاعبين اللي بيكونوا في الملعب في إلهم ترتيب دوران معين. في بداية كل شوط المدرب بعطي الحكم الثاني اللي هي ورقة ترتيب الدوران للاعبين. هسا هذه الورقة هي ورقة ترتيب الدوران بيحدد فيها المدرب اللاعبين داخل المراكز، يعني كل لاعب في أي مركز بيكون واقف. في الورقة تاعت 6 خانات اللي هن المراكز، في هاي الخانات بحط المدرب أرقام اللاعبين. مثلا في مركز 1 بحط لاعب رقم 4، مركز 2 لاعب رقم 6، ومركز 3 لاعب رقم 11 وهيك. هسا قبل بداية كل شوط المدرب بعطيها للحكم، بعطيها للحكم الثاني أو الحكم المسجل. وكل شوط بيكون منفصل عن الثاني، لأنه في كرة الطائرة معروف عنا أن كل شوط يعتبر مباراة مستقلة. يعني كل شوط أنا بقدر أحط له الترتيب اللي أنا بدي إياه، يعني مش شرط اللي حطيت له الشوط الأول الترتيب ألزم فيه مثلا للشوط الثاني. إيه إيمان؟ إيه لازم كل شوط يعطي الحكم ترتيب دوران؟ مظبوط. عشان هيك كنا قبل بداية المباراة الحكم بعطي المدرب 5 ورقات. هسا ليش 5 ورقات؟ عشان كل شوط لازم ورقة، فلازم قبل بداية كل شوط نعطيها احنا للحكم كمدرب. تمام شكرا. بس سؤال. تفضل. الحكم بيكتشف خطأ الدوران وقت التسجيل صح؟ مظبوط. يعني أنا مش فاهم كيف هو ببين معه يعني. جاي لك قدام يا مهند. خلاص تمام. بس اللاعبين المسجلين في ورقة ترتيب الدوران هم اللاعبين الأساسيين، واللاعبين اللي بيكونوا خارج الملعب هم البدلاء. بس أنا كمدرب بعد ما سلمت ورقة الدوران للحكم الثاني أو المسجل ممنوع إني أقدر أغير عليها ولا أي شيء. خلاص بس سلمها للورق ممنوع يغير شيء. بس الحكم الثاني بعد ما يستلم ورقة الدوران وبتأكد إن اللاعبين الموجودين في الورقة هم نفس من اللاعبين اللي في الملعب. فإذا مثلاً الحكم الثاني أو أنا كحكم ثاني لقيت إن مثلاً لاعب رقم 9 في الملعب هو مش موجود في ورقة الدوران، في هذا الحال إيش شو بيساوي الحكم؟ طبعاً في هذا الحال بكل المدرب إن في عند غلط، إن اللاعب رقم 9 موجود في الملعب مش موجود على ورقة الدوران. إما المدرب بيطلع رقم لاعب 9 برجع اللاعب الأصلي اللي محطوط في ورقة الدوران، أو المدرب يقول للحكم إنه لا أنا بدي إياه يبلش في الها. هسا في هذه الحالة المدرب بيقول إنه ما بدي يطلع اللاعب لبرا وبيبدل كتبديل أساسي وتحسب من تبديلات الفريق. طبعاً هاي الحالة ما بتعتبر عقوبة لا الفريق أو حتى للمدرب. طبعاً قبل بداية المباراة. هسا إذا الحكم ما انتبه إنه في لاعب مثلاً الرقم 9 مش موجود في ورقة الدوران ولعب في المباراة، شو اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه في لحظة اكتشاف الخطأ بيروح الحكم الثاني على المسجل طبعاً وبيخبر المسجل إنه في، أو ممكن المسجل هو اللي يكتشف خطأ الدوران. بنخصم جميع النقاط اللي أخذها الفريق من حد ما لعب اللاعب رقم 9، إذا قدرنا طبعاً نحدد وين صار خطأ
دوران. هسا إذا كان الفريق فريق اللاعب رقم 9 مرسل بفقد الإرسال بالتداول والفريق الخصم بيحافظ على نقاطه، هسا هذه الحالة إحنا بنسميها هي خطأ الدوران. في إشي مهنا بدك تسأل عنه؟ كملي سمعتيني؟ لا احكي. مش مشكلة، لا خلص بي، بس هي بالنسبة للاستمارة انه كيف يعني بكتشف لما يصير في خطأ بالترتيب كيف ببين معه، بس بتوقع ان تكون الاستمارة معروضة يعني او الاشي هيك. بس احنا لك يا سيد محمد الكيت في التسجيل، انت لما تسجل اللاعبين لازم تلمن كل ارسال تقول ان انتقل ارسال عند النقطة كذا، تحت فيه ارقام على ورقة التسجيل ببين لك اللاعب وين تدخل وين تطلع وين تأرسل. فوين تبصي في عند الخطأ، أنا برجع لورقة التثبيت ورقة التسجيل إذا بين معي. أنا يعني ممكن تكتشفه متأخر الشيء وما تقدرش تبين، إذا بين تخصم جميع النقاط. صارت معنا في المباريات خصمنا 11 نقطة لفريق مرة واحدة لأن بين معنا إن عند النقطة كذا خطأ. يعني أنت ترسل راح، بدل ما أنت ترسل راح مهند ارسل مكانك، ارسل ارسال ارسالين ثلاث جاب ثلاث نقاط. حكيت احنا حطينا عند جاب ثلاث نقاط، حكيت لف الدوره رحت انت ترسل، انا بحرت كحكم تسجيل انك انت ترسل، فبين عندي ان صار الخطا قبل ثلاث نقاط فبخصم الثلاث نقاط. فهمت كيف؟ حكيت المسجل المفروض يظل مراقب الناس اللي بتروح ترسل. يعني انا شنو يعني مهمه الحكم الطاوله هاي مسجل، المسجل بكتشفه، بس ما حدا بكتشفه المسجل، عارف ليش؟ يعني المسجل بنبه الحكم او ايوه المسجل بخبر الحكم الثاني ان في خطا في ترتيب الدورات. طبعا بده في عنده جرس المفروض انه اذا في جرس صافره بخبر الكيت، في هذه اللحظه بيتم تصحيح الخطا برجعهم بالترتيب بفقد التداول بروح الكره للخصم، الخصم بيحتفظ بنقاطه وباخذ نقطه لانه رجع الارسال، والفريق اللي خسر بيخسر جميع النقاط اللي سجل. عشان هيك احنا بنقول الرقم لازم يكون على الصدر على الظهر عشان المسجل يشوفك باستمرار، لو لفيت وجهك او لفيت ظهرك ما تشوف. تمام. كمل يا دكتور. كمل. هسه بيجي للمراكز. المراكز عندنا بتكون مقسمة الى ثلاث بتكون في المنطقة الأمامية في منطقة الهجوم، ثلاث في المنطقة الخلفية اللي هم 1 و6 و5 في المنطقة الخلفية و2 و3 و4 في المنطقة الأمامية. هسه يجب على اللاعبين إنهم يحافظوا على مراكزهم خلال لحظة ضرب الإرسال، بعد ضرب الإرسال عادي. هسه المراكز اللي عندنا في بينهم علاقات، طبعاً كل لاعب يكون في علاقة مع اللي قدامه واللي جنبه واللي وراه. مثلاً لاعب أو مركز 1 و2 في لهم علاقة مع بعض، 1 إلى علاقة مع مركز 2 ومع مركز 6. أشرح العلاقات صح؟ بعتقد عارفين هالطلاب ولا لا؟ في حدا مش عارف علاقة المراكز مع بعض؟ لا سهلات دكتور، أنا حكيت لنا عنهم صح؟ ذيك المرة شرح لنا إفطار 1 إفطار 2، إذا حدا مش عارفهم يحكي عنهم، مش عارفين هيك، إذا حدا مش عارف هيك يحكي عشان نحكي عنهم بسرعة. خلاص توتر ما انا عارفين، ما انا مش عارفين بس عارفين. تمام يلا. طيب بيجي لخطأ المركز، بصير في عندنا مثلا شيء خطأ بنسميه هو خطأ المركز. هسا بنعتبر خطأ المركز احنا من خلال القدم، وبنعتبر خطأ المركز طبعا في اللحظة اللي بيصير فيها ضرب الإرسال، يعني قبل ما يطلع الإرسال الحكم لازم يكتشف إذا فيه كان خطأ مركز أو لا، أما إذا بعد ضرب الإرسال عادي. هسا لحظة الإرسال لازم جميع اللاعبين يكونوا داخل الملعب ما عدا اللاعب المرسل. هسا عند لما يرتكب مثلا المرسل خطأ أو يعني أو بالأحرى إيش خطأ المرسل، مثلا إذا تعدى 8 ثواني وما أرسل، إذا أرسل بطريقة غير صحيحة أو إذا لمس خط الإرسال. هسا إذا صار عندنا خطأ إرسال وكان في عندنا خطأ مركز، إحنا تلقائيا لازم نحسب خطأ المركز.
أن خطأ المركز بصير قبل الإرسال. هسه لما يصبح الإرسال خطأ، يعني إذا الإرسال أجا مثلاً out أو ما وصل لجهة الفريق المنافس، يصبح الإرسال خطأً مثلاً، أو إذا كان في خطأ إرسال وخطأ في وخطأ مركز، نحسب خطأ المركز. يعني إذا أرسلت أنا مثلاً الكرة والكرة إجت في الشبك وكان في خطأ مركز عند الفريق المنافس، اللي بأخذ النقطة اللي هو إحنا الفريق المرسل. ليش؟ لأنه خطأ المركز صار قبل الإرسال، حتى لو أنا أخطأت في الإرسال. هسا شو جزاء خطأ المركز؟ نعطي نقطة للفريق الخصم. هسا في عنا الدوران. هسا ترتيب الدوران إحنا بنحدده من خلال ورقة الدوران اللي بعطيها المدرب للحكم. هسا إحنا كلاعبين لازم نحافظ على ترتيب الدوران طول الشوط. سوينت الدوران بيصير لما إحنا بنكسب إرسال وإحنا مش مرسلين، في هذه اللحظة بندور دورة واحدة باتجاه عقارب الساعة. يعني لاعب مركز اثنين بيصير في مركز واحد، ولاعب مركز واحد بيصير في مركز ستة، لاعب مركز ستة بيصير في مركز خمسة، ولاعب مركز خمسة بيصير في مركز أربعة، ولاعب مركز أربعة بصير في ثلاث، وثلاث في مركز اثنين. بندور دورة مع اتجاه عقارب الساعة. واضحة؟ هسا خطأ الدوران وينته بصير؟ يعني إذا لاعب مثلاً أرسل وهو مش إلى الإرسال، هذا تعتبر خطأ دوران. يعني مثلاً اللاعب بيكون في مركز ثلاث، إذا صار عندهم دوران راح هو اللي أرسل، المفروض لازم يكون في مركز اثنين مش في مركز واحد. هسا في القانون لازم كل ما لاعب يروح يرسل لازم الحكم المسجل يشوف مين المرسل، وأنا كرئيس فريق بقدر أسأل الحكم مين المرسل، يعني بتأكد علشان ما يصير في عنا خطأ دوران إذا كان مثلا شاكك في مراكز اللاعبين. هسا الحكم المسجل إذا اكتشف خطأ دوران بعطي إشارة للحكم الأول إنه في خطأ، أو على الجرس مثلا بيقول إنه في خطأ دوران. هسا عطول الحكم الأول بعطي الحكم الثاني إشارة إنه في خطأ دوران، الحكم الثاني بيصلح الخطأ وبعطي فريق الخصم الكرة وبأخذ نقطة، وطبعا الفريق الخصم اللي مش اللي عنده خطأ الدوران. هسا بعد ما يكتشف خطأ الدوران وكان اللاعب ماخذ أكثر من نقطة، شو اللي بيصير؟ بصير إنه من لحظة اكتشاف الخطأ بنخصم النقاط للاعب. بس هذا إذا قدر يحدد وين صار خطأ الدوران، أما إذا ما قدر يحدد خلاص بنخصم النقطة وبنعطي الإرسال للفريق الثاني، أو بنعطي فريق ثاني نقطة. واضح خطأ الدوران؟ نعتبره واضح. صح تمام. هسا في عنا حركات اللعب. حركات اللعب اللي هي متى تكون الكرة في اللعب؟ الكرة بتكون في اللعب في اللحظة اللي بنضرب فيها اللاعب الإرسال، يعني زي بمعنى وينتا المباراة بتبلش. بس اللاعب يرسل هاي تعتبر إنها الكرة في اللعب. هسا متى تكون الكرة خارج اللعب؟ بتكون الكرة خارج اللعب في اللحظة اللي بيصفر فيها الحكم على إنه فيه خطأ من الأخطاء القانونية، فتعتبر الكرة خارج الملعب. يعني بعد ما يصفر الحكم خلاص إحنا بنوقف اللعب. هي كانت وينتا بتكون الكرة داخل الملعب؟ الكرة بتكون داخل الملعب إذا لمست أي جزء من أجزاء الملعب زي الخطوط مثلاً، لأن إحنا بنعتبر الخطوط من إنها تعتبر الخطوط جزء من أجزاء الملعب. هسا بتكون الكرة خارج الملعب، وينتا بتكون الكرة خارج الملعب؟ الكرة بتكون خارج الملعب إذا لمست أي جزء من أجزاء خارج الملعب أو أي جسم خارج الملعب، زي مثلا إذا لمست مدرب أو لمست حدا من حكام الراية. بس إذا لمست الكرة لاعب من اللاعبين الأساسيين واللاعب هذا كان خارج الملعب، لا الكرة تعتبر داخل الملعب. هسا إذا دخلت الكرة خارج منطقة العبور تعتبر الكرة خارج أرض الملعب، يعني اللي هي الكناية بتدخل من عند من وراء الأنتين مثلاً،
وتعتبر الكرة خارج الملعب إذا دخلت من منطقة أسفل الشبكة، يعني بتدخل من تحت الشبكة، هاي تعتبر خارج الملعب. الحكم بيصفر بوقف اللعب وبس. أنا الآن خلص دوري دكتور. هاي خلصتي؟ أها. بالله أعطيك العافية. إيه اطلع من الشير. يلا. في حدا عنده استفسار يا جماعة عن الاحتفال؟ إمام؟ كله واضح والله دكتور، يعطيها العافية. طب أنا بدي أسأل. معي أنتو؟ معك دكتور. شو الفرق بين خطأ المركز وخطأ الدورة؟ دكتور؟ شو الفرق بين خطأ المركز وخطأ الدورة؟ جاوبك؟ جاوب. خطأ المركز إنه كل لازم يكون فيها لحظة ضرب الإرسال، يعني لاعب مثلاً رقم واحد اللي هو بيكون مرسل بالعادة لازم يكون أقرب لخط الخلف من لاعب رقم 2، أقرب لخط الجانب من لاعب رقم 6 مثلاً، وهيك بنطبقها بقية اللاعبين. أما خطأ الدوران يعني يعود لإرسال إرسال مع فريق ويخسر إرسال ويرجع له إنه يلف بطريقة غلط مثلاً عكس عقارب الساعة، أو يتعدل يعني يجي لاعب محل لاعب. يا بلا شو رأيك؟ بلال بلال مش معنا، بلال المفروض تشرح انت. ايه دكتور معك. معك بوتسة بتيجي ان شاء الله. شو رأيك في الاحتفال؟ ايه خطأ المركز وخطأ الدوران. هسا خطأ المركز اللي هو خطأ الدوران أول شيء، اللي هو لحظة ضرب الإرسال بكون إما الإرسال مش لإله أو إنه بكون يعني اللاعبين مش في محل. يا جماعة باختصار خطأ المركز بصير لحظة ضرب الإرسال بس، وخطأ الدوران بيجي لما يرجع لنا الإرسال بس. هذا الفرق بين شباب القانون. كيت صح ولا غلط يعني دكتور؟ لا صح أنت، بس أنت توهت. لا صح أنت فيه. بس توهت شوي. يعني في مجال انك انت تدخل على الطريق مباشرة، بس انت لفيت ورحت وجيت وبعدين انت دخلت على الطريق. شباب عشان نضوض